كل رحلة تبدأ بخطوة، كل مغامرة تبدأ بفكرة. اسمي سيف وأنا صانع أفلام من العراق، لكن الأفلام اللي أصنعها مو مجرد قصص تروي، بل صنع عوالم جديدة. هنا مكتبي، تبدي كل مغامرة ضع القلم على الورقة واطلق العنوان لمخيلتي، وادمج بين الأماكن اللي زرتها والقصص اللي عشتها، واصنع عوالم جديدة تجمع بين الخيال والواقع. التصوير هو الجزء الأكثر تحدي، أحيانا تجد نفسك في أماكن نائية تتحدى الطبيعة تختبر حدودك، لكن كل لحظة تستحق العناء من تشوف النتيجة النهائية. المغامرة الحقيقية تبدأ حيث ينتهي الطريق، في أعالي الجبال، في أعماق الغابات تجد القصص اللي تنتظر من يرويها. القصص ما تنتهي هنا، كل نهاية هي بداية جديدة. كل مكان يروي قصة، كل مخلوق يحمل تاريخ، مهمتي هي توثيق هاي القصص ونقلها إلى العالم. المدن تحمل حكايات البشر، كل حجر وكل جدار يشهد على حياة عاشها الآخرين، وبهاي الأماكن أجد الإلهام القصصي. والتحدي الحقيقي هنا هو القدرة على التحمل، كل خطوة تحتاج إلى القوة وكل لحظة تحتاج إلى التصميم، لكن كل التعب يذوب من نشوف اللقطة المثالية. لكن كل هذا يبدو الفكرة، والفكرة تتحول إلى قصة، والقصة تتحول إلى مغامرة، وأنا هنا أصنع هاي المغامرات وأشاركها وياكم. عملية المونتاج هي تحويل الفوضى إلى فن، أدمج بين المشاهد وأضبط الإيقاع وأخلق تجربة بصرية، أخلي المشاهد يعيش القصة بكل تفاصيلها، وأصنع أفلام على أماكن جميلة. لكن أنا ما أريد أشوفكم فقط الأماكن، بل أريدكم تحسون كأنما أنتم هناك فعلا. حتى أقدر أحقق هذا الشيء، أفضل طريقة أستخدم المؤثرات الصوتية والموسيقى من موقع أرتليست. أرتليست هي مكتبة ضخمة جدا من الموسيقى والمؤثرات الصوتية، كانت تجربتي وياها ممتازة، ظليت أستخدم المؤثرات الصوتية والموسيقى بأغلب أفلامي على اليوتيوب والإنستغرام لعدة سنوات. تلقون رابط التسجيل بالوصف، إذا اشتركتوا عن طريق الرابط الخاص بي راح تحصلون شهر إضافي مجانا بسعر مميز جدا. أشوفكم بالفيديو القادم.